يا سلام، عايز تبقى زي الريحاني مرة واحدة؟ بلاش يا سيدي، ابقى زيه مرة واحدة. ايه رأيك ابقى زي الريحاني على مرتين ولا ثلاثة؟ ولا انا منفعش يا استاذ؟ والله يا اسماعيل اعتقد انك تنفع، وتنفع جدا كمان، بس انا رأيي انك ما تستعجلش دلوقتي، خليك في المونولوج. هو الاستاذ الريحاني ابتدى الاول مونولوجات وبعدين مثل؟ لا، الاستاذ الريحاني بيغني في مسرحياته، انما انت تقصد ايه من السؤال ده؟ اقصد يعني ان انا برضو يعني امثل وابقى كوميديان زي الاستاذ نجيب الريحاني من الطراز الاول. والله يا اسماعيل احساسي بيك انك لو مثلت كوميدي هتنجح، وهتنجح جدا ان شاء الله، بس زي ما قلت لك رايي انك ما تستعجلش، ركز في المونولوج لغايه ما الناس تعرفك وتحبك وجمهورك يزيد وخبرتك كمان تزيد، بعد كده فكر في التمثيل براحتك يا اخي. يا سلام يا استاذ، وكمان بتديني نصايح، والله مش عارف اشكرك ازاي يا استاذ ابو السعود. لا شكرا على وجهك، تعالى بقى اوصلك السيده وبعدين اطلع مع الضهر. وكمان هتوصلني السيده؟ يا خبر ابيض، اتفضل يا استاذ اتفضل. ربنا يخليك يا استاذ. عارف يا استاذ، انا حاسس ان انا وحضرتك يعني هنبقى ثنائي فني رائع. تلدني يا اسماعيل. اتفضل اضرب. اتفضل حضرتك طبعا الاول. على السيدة يا اسطى وبعدين على الضهر. صباح الخير ميسيو انطوان. بونجور استاذ سيد، مالك مش مبسوط ليه؟ لو الحال فضل على ده الحال انا هقدم لكم استقالتي فورا. انا الف كازل وصاره يتمنوا اشتغل معاهم. طبعا يا استاذ، بس ايه اللي حصل؟ ما هو ما ينفعش ابقى انا سيد سليمان ملك المونولوج في مصر ويجي مونولوجيست لسه ابن امبارح وتتحط سلطه على الباب قد سلطتي. تقصد مين؟ الولد الجديد اللي اسمه اسماعيل ياسين ده. معاك حق مسيو سيد. بلا مسيو سيد بلا استاذ سيد، انا هنا لا بقيت مسيو ولا بقيت سيد. ايوه بس دي بس غلطه، الولد اللي طبع الصوره طبعها بالغلط. شوف مسيو انطوان، اذا ما كانتش صورتي هي اكبر صوره على الافيش اعتبر ان الليله هي اخر ليله اشتغل عندكم. لا 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 لا، ما تزعل نفسك استاذ، كله يتصلح ويرجع لاصله. الو، اديني مطبعة النصر، حولني عليها فورا. للدرجات دي عجبك يا نجيب؟ حركاته وتعابير وشه ما تخليش أي حد يزهق منه أبدا. مساء الخير يا ست بديع. جبنا سيرة القط يجي ينط. تعالى يا إسماعيل سلم على الأستاذ نجيب. يا خبر ابيض، خليك يا استاذ خليك، وانا بديك الساعه لما اسلم على الاستاذ نجيب الريحاني. يا اهلا وسهلا. انت متواضع يا اسماعيل. والله مش بمزاجي ده، غصب عني، انا كان نفسي ما بقاش متواضع بس مش عارف. وباين عليك ابن نكته. اما ليه ابن نكته؟ طبعا ابنها، يعني ده هي اللي بتوكلني عيش. هو من ناحيه ابن نكته فهو ابن نكته مؤصل. انا اتفرجت عليك يا اسماعيل من كام يوم، هي كنت عايز اجي لك الاوضه وهنيك، اولا على شغلك عند بديعه، ثانيا على اعجاب الناس الشديد بيك وانت بتقول المونولوج. ربنا يخليك ويكبر بخاطرك يا استاذ، بس الحمد لله انك انت ما جتليش الاوضه. ليه يا اسماعيل؟ يعني الاوضه مش من مقام الاستاذ نجيب يعني. انت ازاي بديعه حاطينه في اوضه زي دي؟ يا سيدي من بكره انت هتقعد في احسن اوضه. ربنا يخليك يا استاذ، وانا طبعا بهزر عشان انا ابن النكته، الاوضه زي الفل، لكن متشكر قوي على المجامله دي يا استاذ. انا مش بجاملك يا اسماعيل، انت ممكن تبقى نجم مونولوج كبير، بس المهم تنقي الكلام اللي انت بتقوله. انا شخصيا بقول سكتشات وبغني في مسرحياتي واقول مونولوجات، وعارف تأثير المونولوج ايه في الجمهور. انت دمك خفيف وصوتك طالع من قلبك، ودي من اهم اسباب النجاح، بس الاهم انت هتقول ايه للناس. ها، خلي بالك.
أنا متشكر أوي أستاذ على النصيحة الغالية دي، وأوعدك بإذن الله إن أنا أكون عند حسن ظن حضرتك. شيل. كل إعلانات الكازينو تعملها بالشكل ده. حاضر يا مستر أنطوان. أيوة يا زغلول، أنا إسماعيل. اسماعيل ياسين يا زغلول. ايوه اسماعيل، معلش يا اسماعيل الصوت مش واضح. بتقول ايه؟ هتيجي السويس امتى؟ هاجي كمان اسبوعين عشان الحق اكون حوشت واطمن على ابويا. الحمد لله فرجت يا زغلول، وانا دلوقتي متعين. اتعينت يا اسماعيل؟ الف الف مبروك. ها، وتعينت في انهي مصلحه؟ اتعينت في مصلحه بديعه مصابني. بمرتب ثابت 8 جنيه في الشهر. هقول لك بعدين اما اجي يا زغلول. متعين وكله تمام، واول الاسبوع اللي هقبضه بكره ان شاء الله. انا لولا الشغل كنت جيت لك بنفسي عشان اشوفك وانت بتغني. خلاص انا اول الشهر هاجي اقعد معاك يومين. يا زغلول ابقى سلم لي على ابويا كتير قوي يا زغلول، وبالمره ابقى سلم لي على ستي يا زغلول. ستي الو يا زغلول، انا حاجز 3 دقايق قربوا يخلصوا. بقول لك ستي الو. منك لله يا ستي، حتى المكالمه خلصتيها. طب مش تقول لنا انك بقيت مطرب قد الدنيا في كازينو بديعه؟ يا سلام يا اخويا، واقول لك ليه؟ عشان نتفرج عليك ونفرح. دلوقتي هتتفرج عليا وتفرح؟ انا بقالي شهرين ساكن عندك هنا اهو في اللوكاندا، في الطالعه وفي النازله، مكشر في خلقتي. والشهر اللي فات فضحتني على الاجره، دلوقتي بقى اما ربنا كرمني وفرجها عليا هتتفرج عليا وتفرح؟ طبعا نتفرج ونفرح عشان تقبضنا بقى الشهر الجديد. والشهر القديم هو لسه خلص؟ فاضل منه يومين. خلاص يا اخويا، ما يعدوا اليومين. يا سي اسماعيل، ما هو ربنا فرجها عليك اهو، افرجها علينا انت بقى. اللوكاندا محتاجه مصاريف. فاضل لك يومين وخمس ساعات واربع دقايق وثلاث ثواني. عن اذنك بقى يا استاذ عشان اطلع اغير والحق نمرتي في التياترو. سلام عليكو. هما الجماعه الفنانين كده، لما ربنا يفتح عليهم محدش يعرف يكلمهم. انا مستغرب يا مسيو انطوان، يعني المفروض ان انا اثبت لكم ان مونولوجيستي ناجح والناس بتحبني وبتطلبني، ليه بقى سكرت صورتي بالشكل ده؟ ده شغل اداره، مالكش انك تتدخل فيه. بس ده ظلم. انت اتعرضت لشغلنا ولا ايه؟ فضل على اوضتك يا استاذ. حاضر يا مسيو انطوان، حاضر. من اختك. بتقول ايه؟ بقول ربنا يعلي مراتبك. انت هتفضل حاطط ايدك على خدك كده على طول؟ انا مش فاهم الراجل اللي اسمه مسيو انطوان ده حاطط نقره من نقري ليه؟ ايه اللي خلاه يشيل صورتي من على الوجه؟ بكره صورتك هتبقى اكبر صوره على الوجه ومش بكيفه. احنا دلوقتي مش في بكره، احنا دلوقتي في دلوقتي يا حمد. طب ما تشتكي للست بديعه. ست بديعه ما بتحبش حد يشتكي لها، اي حد عنده مشكله يروح لسميسيو انطوان ده، الهي يخرب بيته. طب الاستاذ ابو السعود؟ الهي معرفش، سالت عليه قالوا لسه ما جاش. طب روق دمك كده يا اسماعيل، روق. ايوه مين؟ هي اسماعيل، انت بعدك قاعد؟ صار نمره بتبعتك على المسرحيه، يلا اتفضل. انا جاهز اهو صادق وهاجي وراك على طول. يلا على طول. فرفش بقى كده، انت داخل تفرفش الناس. الله يعكنن عليك يا ميسيو انطوان زي ما انت معكنن عليا كده. لا يعكنن عليك يا انطوان يا ابن، انت بتعرفش اسم امي؟ مين اللي قفل الستار؟ مين اللي قفل الستار؟ خي اسماعيل، هيدي اوامر ميسيو انطوان. ميسيو انطوان قال تقفل الستار، انا لسه ما خلصتش نمرتي. ميسيو انطوان اعطينا تعليمات حضرتك تغني المونولوج بتاعك مره واحده بس عشان زملائك الفنانين يطلعوا كل واحد من مواعيدهم. ايه بس ما الجمهور كان عايزني تاني وعمالين يقولوا تاني. خي اسماعيل ما تحرجنيش، انت تعرف قديش انا بحبك. هيدي اوامر ميسيو انطوان، جهزوا لي المسرح النمره الثانيه الاستاذ سيد سليمان. Thank you.
وبعدين اسماعيل؟ وبعدين ايه؟ وبعدين ايه؟ انا في مؤامرة بتحصل ده يا استاذ حمد. هو الاستاذ ابو سعود لسه ما جاش؟ مساء الخير يا جماعة. شفت يا استاذ ابو سعود؟ شفت اللي حصل لي؟ ايه؟ ايه اللي جرى بس يا اسماعيل؟ لا يا اخي مش كده، خليك هادي. خليني هادي يا استاذ ابو سعود. ده شالوا صورتي يا استاذ وقفلوا عليها الستارة وانا بغني. وايه يعني؟ عادي جدا. عادي جدا؟ ايوه، طول ما انت مهم لازم تتوقع من الاخرين انهم يحاربوك. وانا فطمتك قبل كده يا اسماعيل 100 مره وقلت لك طول ما انت بتكافح في دنيا الفن لازم هتاخد اقلام. ايوه بس انا مين في ليله واحده وقريتهم على وش يا استاذ؟ دول على قفايا يا سيدي. على قفاك على وشك ما تفرقش، وهو قفا يفوت ولا حد يموت. روى يا اسماعيل وتعالى معايا عشان تتفرج على السيارات الجديد اللي انا كتبته البديعه. وعامله فين؟ عامله فين ده ايه؟ عامله هنا طبعا. يلا يا اخي ما تتفضل معانا يا استاذ حمدي. اتفضل. الست بديعه كيفه شيشه، بتحب تشرب التنباك الاصفهاني والفحم البريم. الاسبوع اللي فات هديتها بشويه تنباك اتعينت، الاسبوع ده بقى اهديها بشويه فحم. الله، طب والفحم ده هيجيب نتيجه؟ الست بديعه تحب اللي يهديها. انا لما هديها بشويه فحم من النوع البريم وهتقف جنبي وترجع صورتي تاني على باب الكازينو، ولا يجرؤ اي احدا ان هو يقفل عليا الستاره تاني. طب وانت بتفهم في الفحم؟ من غير ما افهم هي دي شغلانه يعني. نسال. تعال. نسال فين؟ السلام عليكم. عليكم السلام، تحت امرك. ايه افخر انواع الفحم الموجوده عندك؟ افخر الانواع فحم شجر العنب. شجر العنب ده اللي بياخد منه البهوات والبشوات. ايوه بس ده غالي، مش هتلاقيه غير عندي. يا عم عندك ولا مش عندك؟ بكام الوقية؟ الوقية بريال. حلو، بريال يبقى وزن لي وقيتين ونص. بخمسين قرش فحم؟ اه بخمسين قرش فحم، ايه المشكلة؟ ما هو انا يا انطوان الزفت ده. اوزن يا معلم اوزن. بس الفحم اللي عندي ما يكملش نص وقية، على تسعة بالليل الرسالة هتوصل. ليه؟ تسعة بالليل هي هتوصل لك من ايه؟ ده فحم بيجي لي من الشام، بيصنعوه من شجر العنب. شجر العنب؟ طب ما مصر مليانة شجر عنب. يا استاذ كل بلد ولها بضاعتها، وربنا سبحانه وتعالى خلق الكون وقسمه بمعرفته. يا سلام ونعمه بالله. طب شوف لنا اي نوع من الفحم يكون عندك. عندي نوع خواجاتي من اليونان. والنوع الخواجاتي اللي من اليونان ده زي الفحم الشامي كده بالظبط؟ لا طبعا، الفحم الشامي لا يعلى عليه ونص زي. خلاص يبقى انا هستنى الفحم الشامي ده ان شاء الله لغايه 9 بالليل. ايه ده؟ ده هيجي 9 بالليل؟ اه يجي 9 بالليل وانا قاعد مستنيه. ما هو يانا يا انت يا انطوان الزفت ده. بعد اذنك يا مستر انطوان. في ايه يا سعادتك؟ الساعة داخلة على 10 واستاذ اسماعيل لسه ما وصل. ايه؟ ما وصل؟ قديش ساعة نمرته؟ المفروض 10 وتلت. غريبة. ما تأخرش قبل كده. على الله يتأخر عما عاده. أنت ميعاد نمرتك الساعة كام؟ لسه فاضل ربع ساعة بس، ربنا يستر والحق. كان لازم يعني تستنى الفحم؟ ايوه طبعا كان لازم ونص، بس ربنا يستر والترمي ده يتحرك بقى. يا مسهل يا رب. ما يلا يا اسطى. الساعة راح تصير 10:30 وسي اسماعيل بعده ما اجى. طيب رو وين المشكلة؟ دخل النمرة اللي بعده. مساء الخير يا ست الكل، يا ملكة المسارح. معلش اتأخرت شوية، أصل وأنا جاي على هنا لقيت واحد فحام الناس واقفين عليه أمم. سألت اشمعنى يعني الناس واقفين كتير كده؟ قالوا ده أحسن واحد بيبيع فحم في مصر كلها. رحت ساعتها افتكرت سيادتك يعني وجبت الوقيتين ونص دول فحم بري. وريني. يخرب عقلك يا إسماعيل، ده الفحم اللي أنا بحبه. ده انا ياما بعت تدريس المغفل ده علشان يجيب لي الفحم، مفيش، ما عارفش. انا متشكره قوي 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 يا اسماعيل. لا شكر على واجب يا ست الكل، دي حاجه بسيطه يعني. مساء الخير يا مسيو انطوان. اخش انا بقى اغير هدومي عشان اقدم النمره بتاعتي، والنهارده اتفرجي على النمره هتبقى ايه ملعلعه. سلام عليكم.
فرقة بديعة ما صابني شكلها باظت. احنا معروف عنا الدقة والانضباط في المواعيد. بكره كل الفنانين يقلدوه والدنيا تبقى فوضى. استاذ اسماعيل. استاذ صاد. مسيو انطوان عايزك بالمكتب ضروري. عايزني بالمكتب اكيد عشان يقبضني. ونظام القبض عندكم هنا ايه؟ استاذ انطوان هو اللي هيعطيك المصاري كمان. ماشي. هو ده النظام مع كل الارتيست عندكم؟ من كبير لصغير. بالاذن يا استاذ. اتفضل يا استاذ. اكيد انطوان مش طايقني. صراحة يا استاذ اسماعيل الفحم اللي انت جبته عجب مدام بديعة جدا. انا استاذ في الفحم يا استاذ. ايوه بس ده ما كانش يجب ياخرك عن نمرتك. بس ده انا اتاخرت يعني هم كلهم 10 دقايق. الدنيا ما طارتش يا مسيو انطوان. تاخير دقيقه زي تاخير ساعتين، الاثنين عندي ما يفرقوش. المواعيد هنا مقدسه يا استاذ. بس انا اتاخرت يعني عشان اجيب الفحم للست بديع عشان تبص ست فحم اللي هو. عموما انت معاد قبضك النهارده. خد 2 جنيه اهم. يا سلام، ده قبض الاسبوع ده. عقبال الاسبوع الجاي ان شاء الله. ما فيش اسبوع جاي ان شاء الله. ايه قصدك ايه يعني ان ما فيش اسبوع جاي؟ الست بديعة مبسوطة منك وبتشكرك على الفحم اللي انت جبته وبتقول لك ما تجيش الكازينو من بكرة. ما تجيش الكازينو من بكرة ليه يا استاذ؟ فسخنا الكونترادو عشان تبقى تحترم مواعيد كازينو بديعة مصابني. ازاي يا مدام بديعة؟ ازاي تستغنى عن اسماعيل بالسهولة دي؟ انا عندي النظام والادارة اهم من الفنان حتى لو كان نجم النجوم. خلاص بقى يا دريس. يا مدام انت بتقولي الكلام ده دلوقتي لانك نجمة فرقتك وحاسة ان انت مش محتاجة لأي ارتست جنبك. هو ده الواقع يا أستاذ أبو السعود. أيوة ما قلناش حاجة، بس مع الأيام هتحتاج الإسماعيل واللي زيه. إسماعيل دلوقتي صغير، بكرة هيكبر وجمهوره هيكبر معاه. صدقيني يا مدام وجوده هيكون مهم جدا بالنسبة لنا. شوف يا أستاذ أبو السعود، أنا عارفة أنك متحمس جدا لإسماعيل، وبصراحة أنا زيك متحمسة. طيب سبحان الله، فين المشكلة بقى؟ وإذا كان اتأخر مرة ولا اتدلع مرة يبقى مرة تأنيب ومرة تأديب. أقولك اخصميله من مرتبه وهو أكيد مش هيكررها أبدا. المشكلة في أنطوان، هو مش طايقه وأنا مش قادرة أزعله. هو شايل المسرح والفرقة على دماغه وكل كبيرة وصغيرة هو فاهمها، وأنا بقدرش أزعله. أيوة فعلا أنطوان شايل الفرقة على دماغه وشايل إسماعيل كمان مش عارف ليه. بس انت خالته يا مدام وهو اكيد هيعمل لك خاطر. استاذ ابو السعود ما تضغطش عليا اكتر من كده. هو ما فيش غير تياترو بديعة مصابني؟ اسماعيل قدامه 20 تياترو غيري. ما هو ده اللي انا مش عايزه. صدقيني يا مدام وجود اسماعيل معانا مهم. ما فيش حد مهم في تياترو بديعة مصابني غير بديعة مصابني. ولا يا استاذ انت مشيت اسماعيل خالص من التياترو؟ ايوه عشان يبقى يحترم المكان اللي بيشتغل فيه. ايوه بس قطع العيش مره واحده كده صعب مسيو انطوان. انا بترجاك ترجعه. ارجعه اعمل بيه ايه يا استاذ سيد؟ اه يا سيدي بيطلع يقول المونولوج ويروح. شوف يا استاذ سيد، انا مش محتاج اي مونولوجيست هنا في الفرقه. بديعة بتقول مونولوج وانت استاذ المونولوجات في مصر. ده حقيقي مش كده؟ غير كده عندنا حسين المليجي وعنايات المليجي وعفيفة اسكندر، ولا احنا بقى هنقعد طول الليل نقول مونولوجات ولا ايه؟ وبعدين ده دمه تقيل تقيل قوي. لا لا لا، هو دمه مش تقيل ولا خفيف، هو دمه متوسط. Thank you.
ايوه بس كده انا عرفت العنوان جنب البنك الاهلي عادل. يلا صباح الخير، انا اسماعيل ياسين، سمعت عني؟ لا ما سمعتش. طب حضرتك يعني انا بغني مونولوجات في اذاعه فيولا واذاعه الياس شقال، سمعت لي مونولوجات؟ لا. طيب على العموم يعني حضرتك انا موهوب ومش محتاج واسطه، وده الطلب بتاعي اهو. معادك يوم الاثنين 18 نوفمبر الساعه 11. الساعه 11 بالليل؟ طب هو في شغل حكومي يا استاذ بالليل؟ الصبح طبعا. لا مؤاخذه، انا قصدي يعني عشان على طول بغني بالليل فافتكرت ان انتوا بالليل يجعل استباحك لبن ان شاء الله. دي الورقه اللي هتقدمها في اللجنه. اللجنه؟ خش يا حمدي في لجنه. حمدي سالم. ورقتي ولجنتي؟ والله ما انا فاهم حاجه. ما تيأس يا اسماعيل. هيأس ازاي يا استاذ ابو الصعود؟ بعد النصيحه اللي انت نصحتهاني، طول ما انا موجود في دنيا الفن هاخد اقلال. ايوه، وكل قلم تاخده يا اسماعيل لابد انك تحوله لدافع، دافع يدفعك انك تستمر في العناد وفي الكفاح لحد ما اوصل لدرجه فنان كبير. تمام كده. بس انا حاسس يا استاذ ان الاقلام دي هتخليني ابطل الفن ده خالص. انت واخدني ورايحين على فين يا استاذ؟ احنا رايحين لمكتب توريد فنانين، مكتب عبد العزيز محبوب، ده مكتب مشهور قوي، شغلته انه يعرف المسارح والكازينوهات اللي محتاجة فنانين وهو يورد لهم. يعني انت واخدني على المكتب ده عشان يوردوني؟ ايوه بالظبط كده. طب هو المكتب ده كان ورد فنانين مشهورين قبل كده؟ لا طبعا، في الاول مش ممكن يكونوا مشهورين، انما بعد كده بيشتهروا. المهم دلوقتي يا اسماعيل انك تشتغل. عندك حق يا استاذ، المهم ان اشتغل. شرفت يا استاذ ابو الصعود، شرفت. الله يخليك يا عبد العزيز، انا النهارده جايب لك معايا هديه. الاستاذ اسماعيل ياسين. دي مونولوجيست، مظبوط؟ مظبوط يا خواجه. انت تعرفه يا خواجه؟ انا سمعته كتير في اذاعه بتاع فيولا. دي مونولوجيست اكسلنت. يا استاذ، قال لي يعني ايه اكسلنت دي؟ يعني ممتاز، دي شهاده كويسه قوي في حقك. يا سلام، ده الخواجة فيت ده ما بيعجبوش العجب. لا 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 لا، انا مبسوط منه كتير، دي واخد دمه خفيف. ربنا يخليك، تشكر يا خواجة. بعدين كمان هو عنده واخد صوت بيور بيور. يا نهار اسوح على الكلام. يعني ايه بيور دي رخ؟ يعني زي البنور يا اسماعيل. لا 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 لا، ده كتير عليا قوي يا جماعه المجامله اللي انتوا بتقولوها لي دي. انت عايز تشتغل في تياترو ولا في كازينو؟ والله الموجود يسد اي حاجه، انا معاك يعني. يوسف عز الدين، انا سامع انه بيعمل بروجرام جديد. مظبوط، وطالب واحد من اللوجيست. اهو انا موجود. انت تعرف الاول فين مسرح يوسف عز الدين؟ لا صراحة أنا يعني لا أعرف مسرح يوسف عز الدين ولا أعرف يوسف عز الدين ذات نفس. ما سمعتش عن يوسف عز الدين؟ هو غلط يعني؟ لا صراحة ما سمعتش. يوسف عز الدين يا إسماعيل ده ممثل وصاحب فرقة، وعنده مسرح بيقدم فيه مسرحيات قصيرة وسكتشات. يوسف عز الدين يعتبر من الفنانين العصاميين اللي بنى نفسه بنفسه، بيكافح في عالم المسرح. يا سلام، يا والله حضرتك يعني معلومات ما شاء الله. خلاص وردوني عنك. أستاذ إسماعيل، أنا بناخد أمولة، أنت ادفعت واخد ريال. أيوة ادفعت واحد ريال لما استلمت واحد شغل يا خواجة. لا يا إسماعيل، إحنا نظامنا كده، بنقبض قبل ما نورع. خلاص خلاص، اتفضل يا خواجة. أوكي. يا أستاذ أبو السعود يعني، طب وبعدين يعني؟ عنوت. عنوتة. ماشي خلاص، ما دام عنوتة يبقى ماشي. اتفضل يا سيدي، ادي عنوان المسرح، مسرح البيجو بالاس، اول شارع عماد الدين. السلام عليكم. يا عباس ايوه يا استاذ يوسف، شوف لي مفتاح انجليزي ما تكونش استاذ مطرمه.
مش عارف افك المحبس ده مزركي. امرك يا استاذ يوسف. اسمك ايه؟ اسم اسماعيل ياسين، سمعت عني؟ سمعت عنك. طب الحمد لله. انا اصلي كنت شغال يعني في كازينو بتاع بديعه مصابني حضرتك. ومشيت ليه؟ المرتب ما عجبنيش يعني عشان كام شيء. ليه كنت بتاخد كام؟ كنت باخد 8 جنيه في الشهر يعملوا ايه دول؟ ما يعملوش حاجه يا عباس. ايوه يا استاذ يوسف. عاوز يا اخي في صاموله 2.25 بوصه محمله. اجيبها منين دي يا استاذ؟ اللي تجيبها منين؟ دعبس يا اخي في اي حته، الشوارع مليانه، عربيات بتمشي فو 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 بيتنطر منها صاموله، القط واحده عندها لي. هشوف يا استاذ. بقول لك ايه؟ ايوه يا استاذ. عاوز حد جاز انقع فيهم الزفت ده خليه يفك شويه. حاضر يا استاذ. اي طلبات تانية يا استاذ؟ شهل لي شويه. هشهل يا استاذ. لا مؤاخذه يعني يا استاذ، هو ده مسرح برضه ولا حاجه تانية؟ ايوه طبعا. انت شايف ايه؟ يعني انا شايف ان الواحد لما بيدخل مسرح بيلاقي صور فنانين، بيلاقي ديكورات، يلاقي ملابس، لكن انا شايف مسامير وصواميل وحنفيات يعني. لا يا اصلي دي هوايه، انا غاوي اتبع كل الحاجات دي. طب وحضرتك دي كلها حاجات قديمه كهنه، يعني بتعمل بيها ايه؟ بتنفع 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 في الديكورات، بتنفع حاجات كتير قوي قوي. السقف عندي ساعات بيبقى صاموره ناطره منه، بروح لمؤسف كده بشبطها، يعني ما يلزمش الامر، صاموله كده ماسوره كده بتنفع تبقى محبس. كل الناس اللي شغالوا معايا واللي شغالين عارفين عني ان انا هاوي الحكايه دي. فهمت. طيب حضرتك انا هستلم الشغل امتى؟ مش لما تمضي العقد الاول؟ طيب فين العقد وانا امضيه؟ انت قلت لي انت كنت بتاخد كام عند بديعه؟ كنت باخد يعني عندها 8 جنيه في الشهر، ما كانوش عاجبين. احنا هنا هنديك 15 قرش في اليوم. كم؟ 15 قرش في اليوم، وهتشتغل مونولوجيست وممثل. همثل؟ عندنا هنا مسرحيه فصل واحد، انما ايه عسل هتشتغل فيها ممثل، انت اولى. هو حضرتك يعني حلو قوي ان انا امثل يعني، بس حضرتك مش شايف ان 15 قرش في اليوم دول قليلين على ان انا اقول مونولوجات وامثل يعني؟ ادخن واحد عندنا هنا بياخد ريال في اليوم وانت لسه مستجد، يعجبك ولا ما يعجبكش؟ هقول ايه؟ خلاص امر لله، موافق يا استاذ. يلا روح امضي العقد وتعالى مثل بالليل عند عباس. يلا. طب حضرتك يعني همثل ازاي؟ انا معرفش الدور. عباس هيقول لك يا اخي. ماشي هيقول لي. هو عباس ده هو مدير الفرقه؟ ايوه يا سيدي مدير الفرقه. ما تنساش تقول له هات لي حبه الجاز في كوز خويط يكون مش مخروم، فاهم ولا لا؟ بتاع مسرج معايا. حاضر يا استاذ، هقول له جيب كوز جاز ما يكونش مخروم وصاموله 2.25 محمله. امري لله. مالك يا اسماعيل؟ ما بعد ما كنت شغال في المسرح بتاع بديعة مصابني بقى، الاستعراضات والإعلانات والإضاءة والملابس والديكورات والحاجات الحلوة دي كلها، اشتغل في مسرح زي ده. معلش يا إسماعيل. إن شاء الله تتعدل، المهم إن الجمهور معجب بيك. جمهور؟ هو فين الجمهور ده يا حامد؟ يعني ده يوم ما بتتمعظم ما بيزيدش الجمهور عن 10-20 متفائل. يا راجل اعتبر وجودك هنا بس مرحلة انتقالية لحد ما يقبلوك في الإذاعة. الإذاعة؟ تصدق ان انا نسيت ان انا اصلا مقدم في الاذاعه؟ صحيح يوم الحكومه بسنه. اسماعيل دخلتك على المسرح قربت، اجهز. حاضر يا استاذ. حاضر حاضر. ايه انت بتمثل؟ يا سيدي بمثل. انا مالك بتقولها كده ليه؟ زعلان ليه؟ اصل انا صراحه يعني يا حمدي بمثل دور صعب قوي، ولا يوسف دي وهبي يقدر عليه. اسماعيل ممكن انزل اتفرج؟ لا لا يا حمدي، يا ريت يعني ما تتفرجش عليها خالص. أين كنت بالأمس أيها الكندي المعروف؟ نعم أنا هذا. هذا أتنظر أيها الكندي الخسير البليغ الفقير، أن تتحدث معي بلهجة الأبا أبا المتكسر. أبا أخرس! أخرس! أخرس!
مبسوط منك قوي قوي يا اسماعيل. طبعا لازم يبقى مبسوط منك، هيلاقي فين واحد يقعد يتضرب بالشلاليك كل الليله زي كده. المهم قبضنا يا استاذ. قبضك ايه؟ تقبضني ايه يعني ايه؟ قبضني فلوس طبعا، انا شغال معاك بقالي اسبوع عايز اقضي اسبوع. ما انت عارف ان الظروف لا تسمح. يا سلام، الظروف لا تسمح بالقبض لكن تسمح بالضرب اللي انا باخده كل ليله. ده تمثيل يا اسماعيل. لا يا استاذ، لا يا استاذ، ده جد، وخصوصا من الاستاذ يوسف عز الدين، ده بيقعد يضربني وايده كاني طلع لها رجلين يا استاذ. اصل الاستاذ يوسف عز الدين بيمثل بجد قوي. طبعا بيمثل بجد، انت هتقول لي من كتر الجد بتاعه جدتي زرقت يا استاذ. استنى خد يا استاذ. ايه دول؟ دول شوية مسامير وصواميل لمتهم الاسبوع ده كله من الشارع، عرفت تديهم له هدية وتقول له يديني حساب. الاستاذ يوسف هيفرح بالهدية دي قوي. ليكوا عليا يا سيدي، كل اسبوع الم لكم الرايش والسبارس من الشوارع واجيبهولكم، بس المهم يقبضني يا استاذ. الاسبوع الجاي؟ الاسبوع الجاي ايه يا استاذ؟ ما ينفعش استنى للاسبوع اللي جاي، انا عايز اقبض دلوقتي، انا عليا اجرة لوكاندا متاخره.